صلى على النبي يكسب وصلاه النبي كلها مكسب. اضغط لايك يا عمنا عشان لو ما كسبناش حاجه يبقى مكسب صلاه النبي. اهو يا جدعان، ومحل فواكه اللحوم بأمانة الله منور في قلب المكان، منور في قلب المكان، محل البركة والأمانة، يعني بركة وأمانة الاتنين مع بعض ومفيش خيانة. تمام يا عمنا، صلاة النبي حلو عندنا، صلاة النبي مكسبي. قول يا غالي. بني 65، فراخ بلدي 50، عفشة ب 10، تمام، فراخ 32، تمام، كلام عن النساء ايش تعليق يا سليمة يا ابن اللعيب. شايفين يا جدعان السوق اهو يا جدعان، زي ما انتوا شايفين اهو السوق، زي ما انتوا شايفين ها اهو. على فكره يا جدعان كل حاجه في السوق ده 10 على 10 بامانه الله، وكله لازق فين؟ وكله لازق في بعضه. اوعى يا باشا الفراخ والدنيا، الفراخ دي شبه بعضيها ليه؟ كلهم توأم جايين من بيضه واحده. حاجه النظافه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده جايبكم في مكان بقاله 15 سنة، استمرارية بجودة ونظافة وكل شيء، ويستحق للتقدير إن الدرع ده يتحط عليه. تعالى كده يا عم. والله يا عمنا ذوق البلد هنا، فين هنا بقى؟ أنا هنا في العشرين سوق المصمت، تمام؟ جايبين جميع أنواع فواكه اللحوم، يعني اكسسوارات العجل كلها موجودة هنا يا عمنا. هنا بلدي بس، مكان بقاله 15 سنة، ما بيشتغلش إلا في إيه؟ في بلدي، جاموسي، بتلو، ضاني، بقري، كندور، عجالي، جملي، نور. تعالى يا عمنا. والمنبار بيخلى على قلب نار، بص يا باشا كده ماسك المنبار. بلدي اغرب يا ابني عليه يا ابني، شايف ايه؟ قشطه، روز بلدي، كندوز، ايه حاجه على ابوها ما شاء الله. كوارع جاموسي صحه، صحه ازاي؟ يعني العضميه زرقاء، تمام؟ حاجه ايه؟ بلدي على ابوها ما تاخدش وقت على النار. من الاخر يا عمنا كل حاجه موجوده هنا من غير ما تلف ولا تحتار، الكلام خلصان، كل شمع منور واللي يصلي على النبي يكسب. حلويات، حيرت البنات وجوزت الستات اللي عايزه تحمر وتشمر وعلى جوزها تتقمر. والطحال، الطحال اللي خلى على القلب نار. هنعرف الاسعار يا جماعه مع بعضنا بالتفصيل دلوقتي، تمام؟ لحمه الراس، لحمه الراس بكام يا جماعه؟ ب70 جنيه لحمه الراس بلدي، تمام؟ اللسان 80، اللسان ب80، الكبده 130، كبده على كلاوة على قلب. حلويات 60 جنيه، 60 جنيه الحلويات. الكرع البقري بكام؟ 120 و130، حاجه زي كده ب 120، يومه 120 جنيه. اغلى سلعه الحاجه يا عم. سيبها حاجه ب 130، فاهم الكرع ايه؟ حاجه صغيره حجم ايه؟ السوى كبير، حاجه صغيره في السوا وحجم كبير. حاجه قشطه بصوت ونعناع. الفشه بكام يا غالي؟ الفشه ب60 يا زهر. الفشه ب60 جنيه بلدي، بلدي بسعر السودان. الطحال بكام؟ 70 و60 جنيه. ورق الجاموس بكام؟ ورق الجاموس ب150. ب150 المنبار البلدي القشطه ده؟ المنبار ب70 يا زهر. ب70 جنيه. ورق البتلو؟ ورق البتلو ب60 و70. ب60 و70. الكرشه بكام وبكام؟ كرشه 25 و30. 25 و30. عنده المنبار المتنضف ب80 جنيه، واللي يحب النبي يصلي عليه. كوارع بتلو ما بتاخدش غلوه، قول 60 و70. الجاموس الصحه القشطه دي بكام؟ 150 جنيه، واللي يحب النبي يصلي عليه. والفرش زي ما انت شايفه يا بيه، حاجه كده بسم الله ما شاء الله، ولا كلمه ولا كلمه. الحلو بالعين يا عم حسين، عينك توريك وبقك يدلك. جودة، استمرارية، نظافة، يعني زبون متربي من 15 سنة في المكان ده، ولو ما يستحقش ما كنتش حطيت له الدرع هنا. فاهمني يا عمنا؟ يعني مضمون زي ذوق البلد بالظبط. أخويا وحبيب قلبي المعلم عادل القور يا جدعان. والحاجة بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله ولا كلمة. وجبنا غوص هنعمل كده. وانت بتعمل ايه هنا بقى؟ انا شغال في المحل ده. شغال في من صغرك؟ لا لا، في من صغرك؟ بقالك قد ايه؟ مع مين؟ شغال مع مين يا ابني؟ حاجة النظافة يا اسطى، أهم حاجة فاهم الكواليتي يبقى كويس، يعني تعمل صغيرة، شوارع قشطة، واحد تملح من الراس كويسين،
فاهم معايا محمود برضو فالله اكبر بيطلع شغل بيرفكت. بقول لك ايه يا عم سعد، ايه رايك في الراجل ده بامانه الله بتاع فواكه اللحوم ده؟ في ناس بتشتكي منه بامانه والله. انت اكلت من عنده؟ اللي بيشتكي منه بيبقى غيران منه، بيبقى غيران منه. ملك الدجاج ورك وبانيه وهياكل وكبد واوانس، واللي صلى على النبي يكسب. العنوان هنا يا حبيب قلبي؟ زي العنوان هنا. زي العنوان هناك؟ يا عم انا عايز اعرف العنوان هنا وهناك ايه؟ الايه؟ الملكة شارع في الملكة العشرين فيصل. انتوا ايه ده انا حافظ عنك؟ شايفين يا جدعان السوق؟ اهو يا جدعان زي ما انتوا شايفين. اهو السوق زي ما انتوا شايفين. ها؟ اهو. ومعانا برضه ابو حبيب اخوه حبيب قلبي عبد الله ابو حبيب برضه بنيه وفراخ. على فكره يا جدعان كل حاجه في السوق ده 10 على 10 بامانه الله، وكله لازق فين؟ وكله لازق في بعضه. اوعى يا باشا الفراخ والدنيا. الفراخ دي شبه بعضيها ليه؟ كلهم توأم جايين من بيضه واحده؟ اهو يا جدعان. ومحل فواكه اللحوم بامانه الله منور في قلب المكان، محل البركة والأمانة، يعني بركة وأمانة الاتنين مع بعض ومفيش خيانة. تمام يا عمنا، صلاة النبي حلو عندنا. بقول لك يا محمد الرقم زيرو كام؟ زيرو 11 45 7 111 83. زيرو ايه؟ زيرو 11 45 7 111 83. صلاة النبي مكسبي، قول يا غالي. بني 65. فراخ بلدي 50. عفشة ب 10. تمام. فراخ 32. تمام. كلام عن النساء. ايش تعليق؟ النية سليمة يا ابن اللئيمة. النية سليمة ايه؟ يا ابن اللئيمة. قول عليك. بيصلي على النبي يكسب يا غالي. احنا عملنا بقى دعايه للفراخ وللحوم. تمام على رايس ورينا يكسب يا ريس صلى الله عليه وسلم. عمر الايوغ يا جدعان كينج اللعبه. احنا يا جدعان بنتربى في الشغل، في الشغله دي من سرنا كده، يعني احنا متربيين من سرنا، يعني ناس متاسسه هنا بامانه الله. اوعى يا باشا الكرع ده قد عيل صغير بأمانة الله. غالي بتاع فواكه اللحوم اللي جنبك ده، ايه الدنيا؟ احسن وانضف ناس بأمانة الله والله. دي انت اللي انضف. الله يكرمك يا حبيب قلبي. الدنيا كلها والمصرف كله متشرف بيه. الله يكرمك. 15 شارع المصرف متفرع من الملكة. متفرع من الملكة في فيصل. الملكة فيصل. حبيب قلبي والراجل ده جدعان زي ما انتم شايفين برضه حاجته بسم الله ما شاء الله، حاجة بما يرضي الله. تمام؟ الكلام خلصان اخواتي وحبايب قلبي. شايفين يا جدعان الكوارع بتتنضف وتطلع على الفرش سخنة على طول.